كمان عايز اتكلم على تكريم فريق الكره الطايره سيدات اللي كان النهارده على هامش هذا التكريم. كمان كان في تكريم ليهم وتكريم جهازنا الفني والاداري والطبي تقديرا لما حققه الفريق خلال الموسم المنقضي والفوز ببطولات الدوري والسوبر المصري وكاس مصر. ثلاث بطولات مهمه جدا. كابتن محمود الخطيب اكيد اشاد بهذه الانجازات وقال ان الفريق بيضم عناصر هي الافضل في مصر بشكل عام. وطبعا شايفين كمان كابتن فريق الكره الطايره سيدات شروق فؤاد مع الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب كمان قال نقطه مهمه جدا، قال الاسماء بتتغير ولكن تظل شخصيه وثوابت الاهلي باقيه وتتوارثها الاجيال، وان كل عناصر الفريق تملك فرصه لا تعوض لتحقيق انجازات عديده داخل النادي الاهلي. تعالوا نشوف كلمه الكابتن محمود الخطيب ولقطات من هذا التكريم، لان فريق الطايره سيدات بصراحه عمل ثلاثيه مهمه جدا خلال هذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. في البداية بس احنا طبعا سعداء جدا بيكم وفخورين بيكم كمان. انتم والجهاز بتاعكم كله. عندنا مجموعة من اللاعبين واللاعبات وعندنا افراد من الجهاز، كل الجهاز كلهم كفاءات كبيرة. موسم كويس الحمد لله. ولكن الموسم في حاجه ناقصه، وعايز اذكر في الموسم ده حاجتين. المباراه المجمعه كابتن ابراهيم اللي هي كانت كسبنا احنا اول مباراه وخسرنا ثاني مباراه، ومية الحقيقه انا طلبت كابتن ابراهيم كنت حابب جدا ان انا اجي اشوفكم، لان اللي شفته اول مباراه كان موضوع يعني النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، الروح اللي بيلعب بيها النادي الاهلي. ده اللي انا شفته في المباراه الاولى. المباراه الثانيه حاجه مغايره تماما بقى. ناس مش مركزه، ناس عندها ثقه زياده، وعشان كده راحت مننا المباراه. بجيب امور فنيه اخرى كابتن ابراهيم كان حكاها لي يعني. المباراه الثالثه رجعنا لشخصيه النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين. ربنا كرمكم بالبطوله الحمد لله. كاس مصر طبعا الحمد لله، الدوري العام الحمد لله، كاس السوبر. بطوله كبيره ثانيه هي بطوله افريقيه في ملعبنا. انا ما حضرتش الماتش ولكن برضو اتفرجت على المباراه. بس ليه احنا في لحظات معينه بيغيب عننا التركيز وبيغيب عننا الجديه في الاداء وفي النتيجه النهائيه ما كانتش في صالحنا. فهنا ده يجب ان انتوا ناس افضل مجموعه موجوده في الكره الطايره في مصر مع افضل جهاز موجود. ليه ما ناخدش كل حاجه؟ ما ناخدش كل حاجه، لازم احنا نراجع نفسينا على اساس دايما عاوزين تعملوا تاريخ ليكم وتاريخ لناديكم. خلي الامور كلها في منتهى الجديه، طالما نزلت ارض الملعب لازم تبقى جد جدا ومركز جدا وعندك اصرار جدا. لازم هو ده عناصر الروح العالية وعناصر الفريق البطل. فريق البطل ليه عناصر، عناصر شخصياتكم. لكن خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ولكن مش ما يتكررش بنفس الاسلوب. الرياضة فيها مكسب وخسارة، ممكن نكسب ممكن نخسر، بس على الاقل الواحد لما يكون طالع من الملعب انا راضي عن ادائي وحاسس ان عملت كل حاجة وكنت مركز جدا، كنت عايش المباراة جدا، عدم التوفيق موجود. لكن دايما ربنا سبحانه وتعالى بيوفق المخلص وبيوفق الانسان او اي عمل، بيوفق الانسان اللي هو يعني شايف شغله كويس، عايشه كل حياته بتدور حوالين الشغلانه دي. انتوا لاعبين دلوقتي دي احسن مرحله في حياتكم. احنا كنا لعيبة زيكم. احسن حاجة في الرياضة انك تلعبها. احسن حاجة في الرياضة دي انك تلعبها في كل الالعاب. انك تشتغلها بقى مدرب اداري رئيس نادي عضو مجلس ادارة بمنتهى الصعوبة. موضوع وما فيهاش متعة. المتعة وانت دلوقتي تملك ده، تملك الوقت وتملك السن اللي تخليك وتتمتع بحياتك بموهبة ربنا ادها. فما تضيعوش الوقت ده يا شباب، ما تضيعهاش، عشان ده بقول لكم هتفتكروه. انتوا كل بطوله بتضاف لكم هنا، بتضاف للنادي،
وتضاف لتاريخكم. ده مهم جدا يا شباب، بشكركم جدا، معلش عطلناكم النهارده شويه بس كنا حابين نشوفكم يعني. شكرا يا شباب. رغم انه تكريم يعني من شخص ليه تاريخ كبير جدا في الرياضة المصرية وفي الكرة المصرية ألا وهو الكابتن محمود الخطيب، ولكن التكريم في بعض النصائح المهمة جدا للبطلات ونجمات النادي الأهلي سواء لفريق الطائرة أو فريق السلة. يمكن أنا قاعد كده بسمع وبركز في كل كلمة قالها الكابتن محمود الخطيب، والله العظيم الكلام ما بين السطور فيه نصائح مهمة جدا ليك أنت حتى على المستوى الشخصي وأنت بتمارس رياضة أو حتى في حياتك العامة بشكل عام. أعتقد يمكن المكسب اللي بيحققه النادي الأهلي مش فكرة مكسب وشغل جوه الملعب بس، لا ده في تفاصيل وكواليس كتيره جدا بره الملعب هي اللي مخليه النادي الاهلي في حته تانيه مختلفه عن كل اللي احنا بنشوفه في الوسط الرياضي المصري.